الماثلة أمام عدالتكم محمد ممدوح وزميلي مصطفى سعد حاضران عن المدعى عليه بصفته البائع ضد المشتري في الدعوى المرفوعة في العام 2013. محمد ممدوح صفحة صفحة صفحة. السادة العدول، سوف يأتي دفاعنا على نحوين. الأول نبدأ بذكر الوقائع، ثانيا نبدأ دفاعنا على ثلاثة دفوع أتولى أولهما على أن يتولى زميلي باقيهما، خاتمين دعوانا بالطلبات مع الاحتفاظ بحق الرأي. جئنا اليوم نقرع باب عدالتكم كي نعلي كلمة الحق والعدل، فباسم الحق والعدل نبدأ دعوانا. وضع بين يدي عدالتكم مذكرة توضح دفوعي والمواد التي استند اليها في طلبات. دي نسخه من الكونتراكت الطرف الثاني. الساده العدول، بدايه مسقط النزاع القانوني هو عدم استلام الخصم للبضاعه وادعائه بان هناك مخالفات تشوب البضاعه. الساده العدول، موكلي يعمل في مجال التصنيع كل حسب الطلب، أؤكد كل حسب الطلب، فقد طلب الخصم من موكلي تصنيع 500 مقعد لاستعمال الحدائق المنزلية، أؤكد لاستعمال الحدائق المنزلية، فرد عليه موكلي بالموافقة والتقيا في 20/3/2012 بالمغرب واتفقا على المسائل الجوهرية في العقد على أن تكون المقاعد والمساند على شكل دائري وأن يكون اللون أخضر وأن يكون نوع الخشب بلو. وبعد أن وصل البضاعة إلى ميناء الجزيرة قد أخطر موكل الخصم بوصولها أنها ستصل خلال أسبوع. فوجئ موكلي بأن الخصم لم يستلم البضاعة. لماذا لم يستلم البضاعة؟ فوجئ بأنه لم يستلم البضاعة. وبعد الاطلاع أنا وزميلي على عريضة الدعوة فوجئنا أنهم يدعيان بنقطتين، يدعيان أنهما مخالفتان في البضاعة. لم يتم اختيار قد أخطروا موكلي بأن هناك سببان فقط، سببان عمان، ولكن لم يوضح هذه الأسباب، ولكن رأيناها في عريضة الدعوة عدالة المحكمة. واستند التقرير الفني الموجود في عريضة الدعوة إلى حجج، ومنها عدم احتواء المقاعد على عجلات. عندما رأيت هذا صدمت، بل صعقت عندما رأيت هذا. أي مقاعد عدالة المحكمة وأي عجلات؟ أي مقاعد وأي عجلات؟ العقد شريعة المتعاقدين، هل ورد بالعقد شيء من قريب أو من بعيد على أن المقاعد سيستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أو أن المقاعد لابد وأن تحتوي على عجلات؟ بالطبع لا. وأستند إلى نص المادة 80 من اتفاقية فيينا، لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه في حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو إهمال من جانب الطرف الآخر. وبالفعل قد أهمل في ذكر شرط هو يدعي بجوهريته بوجود عجلات في المقاعد. كيف؟ كيف يغفل ويغفل شرط كهذا؟ شرط فين؟ في العقد؟ العقد انعقد امتى؟ العقد انعقد في 20/3/2012 في دولة المغرب. هل وقت انعقاد العقد كان شرط العجلات مدرك ضمن بنود العقد؟ لا، عدالة المحكمة ولم يخطر يخطر موكلي بهذا الشرط. وبعد ذلك بماذا يلتزم موكلي يا سيدي؟ بالله عليكم اجيبوني، أخطأ موكلي عندما استند إلى العقد؟ فالعقد شريعة المتعاقدين، فالعقد ينص على مواد محددة. هو في ذكر العجلات، في إيميل يرسل يذكر شروط الاتفاق ويذكر أمور تانية لم يتم الاشتراط صراحة إلا أنها تفهم من ضمن المفاوضات عدالة المحكمة. عدالة المحكمة، موكلي أؤكد موكلي لم تصله أي تنسيق، لم تصله أي ممكن تصل علم بيها أصلا.
لم تصلوا اي رسائل، لم تصلوا اي رسائل، ولكن مع الفرق ان الرساله قد وصلت وهي لم تصل ايضا. العقد مدرك به بعض البنود المحدده ان تكون المقاعد والمساند على شكل دائري وان يكون نوع الخشب ضلوع. هذه هي التزامات موكل. فلو ارسل الخصم انه يود اضراب بند العجلات في المقاعد، اليس هذا تعديلا في بنود العقد؟ يتفق، لابد وان يتفق الطرفان على هذا التعديل بالطبع. وادلل بنص الماده 29 فقره 1، يجوز تعديل العقد برضا الطرفين. ماده 29 فقره 1 من اتفاقيه القيام. يجوز تعديل العقد برضا الطرفين. فلتسمح لي عداله المحكمه ان اقدم لها هذا العقد وهذه الشروط التي الزم موكلي بها. ليس مدرك بها، واتحدى ان ياتي احد ويقول انه التزم موكلي بان المقاعد تضرب بعجلات. لا يوجد مثل هذا الشرط تماما، لا يوجد. ولا يوجد ايضا ان المقاعد سيستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصه. وايضا اثبت ان موكلي قد سلم البضاعه تمام التسليم وكما هي مدرجه بالعقد بنص الماده 35 فقره 1. على البائع ان يسلم بضاعه تكون كميتها ونوعيتها مطابقه لاحكام العقد. مطابقه لاحكام العقد، اكرر مطابقه لاحكام العقد، وليست هناك مطابقه اخرى. فالضابط هنا لدينا هو العقد، والعقد شريعه المتعاقدين. وانتقل عداله المحكمه الى نقطه اخرى تؤكد صدق موكلي وهي ثمن البضاعه. ثمن البضاعه هو 70,000 دولار امريكي. لو قسمناه على عدد المقاعد وهو 500 مقعد لطرح ان لكل مقعد 140 دولار، ما يعادل 950 جنيه مصري. هل ال 950 جنيه المصري ياتون بمقعد لذوي الاحتياجات الخاصه؟ في السوق المصري يتراوح ثمن المقعد ما بين 2500 الى 5000، اي ما يعادل لو حسبنا الصفقه 180,000 دولار امريكي. هذا الفرق. وهنا قد اتفقوا على 70,000 دولار امريكي. هذا الفرق يتحمله موكلي. يفهم بداهة من هذا، من هذا الشرط او من هذا، من هذا الثمن، يفهم انها مقاعد بدون عجلات. واذ تنص الماده 8 فقره 2 تفسر البيانات والتصرفات الصادره عن احد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوي الادراك. ماذا يفهم الشخص سوي الادراك من هذه المعطيات؟ أن ثمن المقعد لا يلائم مقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لم ينص أيضا، لم ينص. ماذا يفهم موكل؟ بماذا يفهم موكل؟ بالطبع يفهم أنها مقاعد بدون عجلات. وأيضا آتي إلى الرسالة الإلكترونية. قد قال الزميل أنها رسالة في سبب التعامل بين الشركات. نعم، سبب التعامل كان بخصوص اشياء معلقه او خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. نعم، هذا اختار ان البائع على علم بان المشتري يعمل في مجال امداد ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. ده ما يجيبوش علم كفايه ان هو المفروض بداهة المقاعد تكون لذوي الاحتياجات الخاصه. طب اوضحت عداله المحكمه ان الثمن غير مناسب. الثمن غير مناسب. وفي التعاملات السابقة كان مدرك بالعقد أنها مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، فكان تقييد على موكلي أنه لابد وأن يرسل المقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن هو ما موطن التزام موكلي؟ أو ما هو التزام موكلي؟ هو العقد. هل مدرك بالعقد كلمة واحدة تفيد أنها ستستخدم المقاعد ستستخدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا. هل وجد شرط العجلات أو أدرج الخصم شرط العجلات في الصفقة؟ أيضا لا. فيفهم بداهة ماذا؟ بمعطى السعر. وأيضا بمعطى السعر نضع في الحسبان معطى السعر. وقد أكدت أن الرسالة لم تصل، ولكن قد قال دفاع الخصم أنها رسالة تذكيرية. أي تذكير هذا يغير في جوهر العقد؟ هل هناك تذكير أي تذكير هذا يغير في جوهر العقد؟ هل هناك تذكير يغير في جوهر العقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل امام عبدالله مصطفى حسين حاضر المعبد عليه هل هو البائع استكمالا لما ذكره زميل محمد وابدا في وجه الدفعيه الثاني والسادس على اخذ دعوات الطلبه لان عداله المحكمه سابدا بذكر من الوقائع ما يخص دفعي حفاظا على ضبط عبدالله المصري حيث انه في تاريخنا لونه اخضر فاتح ويكون الثمن هو $70,000 يدفع على مرتين مره عند توقيع العقد والمرة الأخرى خلال التسليم في شهر من خلال التسليم. ثم قام موكلي بإرسال البضائع إلى المشتري مما قام المشتري هنا برفض البضاعة وعدم استلامها ثم رفض إرسال السمن مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه في العقد عدالة المحكمة حيث أن موكلي قام بكل ما أوله عليه العقد من التزامات وفي انتظار أن يحصل على ما له من حقوق في استلام البضاعة من الطرف الآخر وإرساله للسلم. بدالة عدالة المحكمة تؤكد أن موكلي لم يخالف البتة نصوص العقد أو مواثيقه طبقا لنجاح التعاملات السابقة التي كانت بين 4 سنوات. ذلك بخصوص شرط النقطة الأولى وهي الخاصة بشرط اللون. تؤكد عدالة المحكمة أننا لم نخالف شرط اللون حيث أن الألوان هنا نسبية عدالة المحكمة وليست مطلقة. وبخصوص كما يدعي الشخص لماذا لم يحط درجة معينة للون عدالة المحكمة؟ إلا أنه طرق الأمن هنا مفتوح عدالة المحكمة حيث أكد على أن يكون اللون أخضر فاتح. يكون اللون أخضر فاتح وطرق الأمر عدالة المحكمة. وما نؤكد عليه أن الألوان المتعارف عليها دوليا أنه لكل لون كود عالمي يعتد به في الأعمال التجارية. فلماذا لم يحدد لونا معينا عدالة المحكمة؟ هذا ما سنقوم بإضافته هذه صورة عدالة المحكمة لجميع الدرجات الخاصة باللون الأخضر الباقي. لماذا لم يحدد درجة معينة من هذه الدرجات؟ ولكنه طرق الأمر لموكلي لكي يحدد. ثم بعد أن يحدد موكلي درجة اللون الأخضر الفاتح يتذرع على موكلي ويقول أنه أفسد الصفقة أو أنه خالف الشرط. هل يعقد هذا عدالة المحكمة؟ هل يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطأه هنا؟ ثم أن نؤكد على أن الألوان نسبية وليست منطقة كما يدعي حيث أن ما أراه أخضر فاتح قد يراه هو أخضر مظلم. وهذه صورة أخرى لشركتين مختلفتين لكل شركة منهما تعتد بالألوان. فهذه شركة ألف تقول أن هذه الألوان بالنسبة لآرائها هو الألوان الأخضر الفاتحة وهذه شركة أخرى تؤكد على أن الألوان التي مدرجة هنا هو اللون الأخضر الفاتح أيضا عدالة المحكمة. ثم باعتبار ان مخالفه الجوهريه كما يدعي لماذا لم يحدد كودا معينا ليختص به موكلي او ليلتزم به موكلي في العقد؟ هذا ما لم يقم بتحديده وادعائه الخاص المستنكرين منه نحن ان المخالفه الجوهريه فنص الماده 25 في الاتفاقيه مع حاجه نزاع على انه تكون المخالفه الجوهريه في حين ادت الى حرمان الطرف الاخر مما يحق له ان يتوقعه. ماذا كان يحق لموكلي ان يتوقعه؟ كان يحق لموكلي ان يتوقعه هو ارسال باقي الثمن الذي اولاه عليه عقد او اولاه العقد على الطرف الاخر حيث افى لجميع التزاماته واصبح الان في انتظار ان يحصل على ما له من حقوق. ثم ان الماده 35 تنص على انه على البائع ان يرسل بضائع تكون كميتها ونوعيتها واوصافها مطابقه لاحكام العقد وهذا ما قام به موكلي. فلماذا تكون المخالفه جوهريه في حين ان الموكل لم يخالف البتة نصوص العقد؟ لكن نفاجئ ان الخصم هنا يضرب بالعقد عرض الحائط ويضرب بنصوص الاتفاقيه عرض الحائط مخالفه كل ما اشترط عليه العقد. ثم هناك نقطه اخرى عدالة المحكمه ما هي طبيعه عمل الموكل؟ طبيعه عمل الموكل هو العمل في مجال التصنيع كل ما حصل اي انه غير متخصص في جانب الالوان فلماذا لم يدرك كتالوج معين بالعقد ليحدد به درجه معينه من الالوان؟ هل كما يراه هو لون اراه انا نفس اللون عدالة المحكمة؟ ثم هناك شيء اخر وهو مخالفة الجوهرية في الاستلام والحفظ والثمن من جانب الخصم. ثم اختاره لموكلي بالعيب خلال فترة غير معقولة للبت عدالة المحكمة. حيث تنص المادة 39 عدالة المحكمة في الفقرة الأولى منها يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقه البضائع اذ لم يفطر البائع محددا طبيعه العيب خلال فتره معقوله من اللحظه التي اكتشف فيها العيب او كان من واجبه اكتشافه. هذا ما تنص عليه الاتفاقات التي نرتبط بها على ان تكون الفتره معقوله. الفتره معقوله عداله المحكمه كما ما اكده الفقهاء اكده الدكتور كاميلا
في التقرير الخاص الذي أوردته بشأن الفترة المعقولة، وهي أن تكون الفترة المعقولة المطبقة على مثل هذا النزاع هي فترة شهر عدالة المحكمة. ثم هناك شيء آخر، ما هو سبب تأخر الخصم في الإختار؟ تأخره في إختار موكلي بالاستلام أو تأخره في إختار موكلي بالعين في أنه قد وافق على شروط البضائع. ما وصلت به؟ حيث أنه قد وافق على أن تكون المقاعد بدون عجلات كما أدرج الزميل، ووافق على أن يكون اللون أخضر فيه. ولكن ما هو سبب تأخره في الإختار؟ هذا ما لا نعلمه عدالة المحكمة، كما تنص المادة 38 على البائع. على المشتري أن يفحص البضائع لنفسه أو غيره في أقرب ميعاد، وهذا ما لم ينص عليه وما لم يطبقه، حيث أنه أخطر الموكلي في فترة تتجاوز 64 يوما. هل هذه فترة معقولة عدالة المحكمة؟ ثم كان التأخر هنا لتكميل موكلي الكثير من النفقات، لأنه يعلم أن الموكلي يلتزم بمصاريف الشهر. وكما قال الشاعر: ما ذنب الصغير لبكائه؟ لبكاء الصغير يتمس بجزمه. ذنب موكلي هنا أنه كان حسن النية إذ يفاجئ بشخص سيء النية عدالة المحكمة، أخيرا وليس أخيرا عدالة المحكمة، المخالفة الجوهرية في إرسال السمن التي نص فيها المادة 53 على أنه يجب على المشتري بموجب العقد وهذه الاتفاقية أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها، وهذا ما لم يقم به البت هذا الخصم. وأيضا نص المادة 59 على أنه يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد للعقد، أي في خلال شهر من التسليم، وهذا ما لم يقم به ضمن بنصوص الاتفاقيات والمواثيق في عقد الحق. هل هذا شخص أهل للالتزامات؟ هل هذا شخص نروده على التزامات عدالة المحكمة؟ ثم تنص الفقرة الأولى من المادة 86 على أنه إذا تسلم المشتري البضائع وأراد ممارسة أي حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، أي عليه أن يلتزم بحفظ البضائع إلى حين أن يتسلمها البائع، وهذا ما لم يقم به. لكن موكلي واجه شخص غير أهل للالتزامات فيما أولاه عليه العقد. السلب العدول هديا بما تقدم من جميع ما سبق، نطلب من عدالتكم أولا فسخ العقد نتيجة الإضرار الذي لحق بموكلي والكسب الذي فات، تبقى لنص المادة 61 على أن يكون فسخ العقد نتيجة مخالفة المشتري لما تم الاتفاق عليه ورفضه في استلام البضاعة مخلا بشروط العقد في استلام البضاعة ودفع الثمن. هو أيضا ما تنص عليه المادة 64 على أنه من حق البائع فسخ العقد إذا كان عدم التنفيذ راجع للمشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتبها على العقد. هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية لأنه لم يلتزم بالحفظ ولم يلتزم بإرسال الثمن ولم يلتزم بحفظ البضائع عدالة المحكمة. ثانيا نضبط التعويض المجزي لموكل الوكالة ما نصت عليه المادة 45. وأخيرا نلتمس من عدالتكم الاحتفاظ بما تبقى لنا من الوقت في حق الرد، وشكرا.